جانب الطفولة في برنامج تنمية الموارد البشرية. أتشار هذا موضوع مهم لكل ماما وبابا عم يسمعونا. تعيشي عشان بحال صرت بايش نهار تعرف نحن عن شو عم نحكي إن شاء الله. خلينا نتعلم. أستاذة دعاء الزاهر متخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة وخبيرة في تعليم الأطفال، شو راح تقلنا اليوم؟ شو هو الهدف من برنامج تنمية القدرات البشرية؟ والله أنا شايفة إحباط القدرات البشرية. صباح الخير يا دعاء. دعاء صباح الخير. صباح الخير وأجمل صباح عليكم جميعا. يسعد لي أوقاتك وصباحك يا رب. الفل. شو يا دعاء؟ شو هالبرنامج الحلو؟ اليوم يا سلفا قبل ما نبدأ البرنامج لازم أقول صباح الخير لأجمل وطن، وأحب اليوم عبر إذاعة بانوراما أهني ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله، صاحب السمو الملكي وولي العهد محمد بن سلمان، الله يحفظه يا رب ويطول في عمره، صاحب الرؤية العظيمة والهمة السديدة والعزيمة القوية وأمل كل شاب وشابة والنهوض بهم إلى مستقبل واعد وحلم قريب بأن يصبح المواطن السعودي مواطن منافس عالميا. وهذا هو المخرج النهائي للبرنامج اللي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان يحفظه الله لتنمية القدرات البشرية. شو يعني؟ شو الهدف من هذا البرنامج؟ يلا. يركز البرنامج على تنمية القدرات البشرية، على تنمية المهارات الأساسية والمستقبلية وتطوير قدرات جميع مواطنين المملكة وترسيخ القيم لديهم وتنمية المعارف لمختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية، سعيا لتلبية تطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي. حلو. طب شو الشرائح المستهدفة؟ الشرائح المستهدفة بيكون عندنا الأطفال، الشباب، الكبار، العاملون في القطاع التعليم والتدريب، أولياء الأمور والمجتمع، وأيضا أرباب الأعمال أو الموظفون. طب والأطفال اليوم دورهم بهيدي المبادرات؟ يعني إنه شوي كبيرة كلمة تنمية، يعني إحنا دايما نسمع HR دايما للكبار، موارد بشرية طبعاً. مع إنه هي بتبلش من الصغار هون، هي هون ببلش البلد مثل ما بيقولوا. المبادرة راح تكون بالنسبة للطفل، راح تعزز الاستثمار في رياض الأطفال بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من مرافق المدارس الحكومية الحالية لزيادة الوصول وتوسيع الطاقة الاستيعابية والتغطية الجغرافية، أيضا الاستفادة من طرق التدريس المبتكرة مثل التعليم القائد والتعلم على اللعب ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية اللي تركز على المهارات الأساسية ومهارات المستقبل طبعا، ولتتكيف مع الفئة العمرية وتطوير أدوات التقييم وتطوير تدريب معايير خاصة لمعلمات رياض الأطفال. وهذا بالنسبة لي أنا يا سلفا شيء جدا جميل ونفتخر فيه. جميل جدا. بدنا نصيحة أخيرة منك، هيدي يعني مبادرة جميلة جدا، برنامج حلو اليوم بيستهدف الصغار والكبار وهيدا أهم شيء، بس اليوم بنصيحة أخيرة للولاد للأهل عفوا قبل الولاد ليحققوا هذه المبادرة اليوم خاصة لأطفالهم كمان، لأنه في تحدي جدا واضح كان عند هذه المبادرة، وخاصة أن في جهود قالت تقوم فيها وزارة التعليم من 2015 وضعت خطط من أجل تطوير مناهج الطفولة المبكرة. فتخيلي كانت نسبة الأطفال ودخولهم 13% في 2015، الآن وصلت إلى تقريبا 21، وهذا الشيء اللي راح أوجه فيه رسالة للأهالي، لا تهملون مرحلة رياض الأطفال، لأنه هذه المرحلة هي اللي من خلالها الطفل راح يصير عنده تنمية قدرات ومهارات ومعارف وتعلم لغة جديدة تهيئة أن يكون طفل مميز في المستقبل. جميل جدا، يسعد لي أوقاتك ورسالة جميلة جدا حبيبتي. منك اليوم يعطيك ألف عافية.